السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، اليوم سنتكلم حول مكونات المحرك أو أجزاء المحرك بعدما تكلمنا سابقا حول تصنيفات محركات الاحتراق الداخلي. بشكل عام مثل ما تشوفون بالصورة الماثلة أمامكم، أنه هذا طبعا يمثل محرك، خلينا نقول أحادي الأسطوانة، يعني أسطوانة فقط واحدة. فمن ايش يتكون؟ يتكون من عدة أجزاء، منها أجزاء ثابتة وأجزاء متحركة، يمكن أنتم أخذتوها بدرس الساحبات الزراعية سابقا، لكن أخذتوها يعني شلون نقول باللغة العربية، نفسها راح نتكلم راح تنعاد عليكم لكن باللغة الإنجليزية. زين، فهنا مثل ما تشوفون عندنا أول شيء حنبدي خلينا نقول من الأسفل، هذا حوض المرفق، هسه راح ناخذها واحدة واحدة اللي يسموه كرينك كيس. زين، وايضا عندنا كتله الاسطوانات اللي ايضا راح نتكلم عليها، يسموها السلندر بلوك. ليش يسموها السلندر بلوك؟ لانها تحتوي على الاسطوانات، وهي هي هاي راح يكون داخلها راح تحدث هاي الانفجارات. زين، اللي تحدث اعلى المكبس، وايضا راح يوجد مكبس، هذا المكبس اللي تشوفوه امامكم، وايضا ذني اذا تشوفوها هسه راح نتكلم عليها ان شاء الله. هاي بس مجرد يعني فد نظره عامه، هذا اللي يسموها مثل الممرات مائية أو جيوب مائية بالمحركات اللي تحتوي على تبريد مائي، سميناها liquid cooled أو water cooled engine، يعني المحركات المبردة بالماء راح تكون تحتوي على هذه الجيوب اللي تساعدنا بعملية التبريد. وحكينا وقتها فصلناها، قلت لكم يعني شلون الماء يجي من الراديتر إلى المضخة بعدين للمحرك بعدين يرجع للراديتر يتبرد، وهكذا يدور الماء بهذه الطريقة. طبعا ايضا راح يوجد شيء اخر اسمه يعني يكون منطبق على كتله الاسطوانات، بيناتهم اكو حشيه او غازجت اذا تتذكرون بدرس الساحبات، هاي يسموه شنو سلندر هيد، الجزء العلوي اللي راح يغطي لي كتله الاسطوانات وراح يمنع تسرب يعني الغازات اثناء حدوث الانفجار. طبعا هذا السلندر هيد راح يحتوي شنو؟ راح يحتوي الفتحات الصمامات، وراح يحتوي ايضا الصمامات راح تتحرك داخله. زين، وايضا راح يوجد به اما فتحه للانجكترات اللي هي النوزلات، وفتحه اي او اذا ماكو انجكترات يعني محرك شراره راح يكون سبارك بلك. طبعا هاي فد نظره عامه. طبعا هذا يسموه المانيفولد، واحد للدخول وهذا مانيفولد للخروج، يعني هذا الانلت وهذا الاوتلت او الانتيك والاكزوست، هذا يسموه مانيفولد. يعني شلون الانبوب اللي راح من خلاله اما الهواء يجي من الانبوب الرئيسي يدخل للمحرك واما راح يخرج. يعني شوفوا انت كل اسطوانه راح تشوف بها انبوب طالع وانبوب داخل، الانابيب الطالعه راح تتوحد بانبوب رئيسي يسموه مانيفولد، والانابيب الخارجه ايضا راح تتوحد تروح وين؟ للاكزوست. خلينا نجي نفصلها واحدة واحدة. بداية السلندر بلوك أو يسموها البلوك، يقول body of engine containing the cylinders، يعني شنو؟ يعني هي كتلة في المحرك تحتوي على الأسطوانات، تحتوي على الأسطوانات. هسه راح نجي نشوف شكلها شلون صاير. ها يعني أنا هسه اليوم شريدكم أريد كل جزء من ذن الأجزاء، يعني حتى لا تدوخون به، كل جزء من ذن الأجزاء شنو تعريفه؟ يعني شنو ماهيته؟ شكله؟ تعريفه؟ من ايش يتكون؟ ومن ايش ينصنع؟ اذا كان مثلا هسه هنا مكتوب ميد اوف كاست ايرون، من الحديد القابل للطرق، زين؟ او اور المنيوم او الالمنيوم، زين؟ بعدين اريدكم مثلا يعني كل واحد موقعه وين؟ وشنو شكله؟ ترتيبه؟ وشنو يحتوي؟ وشنو مكونات؟ يعني من شنو يتكون؟ من اي ماده يتكون؟ زين، فنقول body of engine containing the cylinders، يعني شنو؟ يعني هي كتلة في المحرك تحتوي على الاسطوانات قلناها، made of يعني هاي قاريها كلنا احنا، made of يعني made in، قاريها على المنتجات، made in يعني صنع فيه، او made of يعني صنع من made of cast iron or aluminium، يعني صنع من الحديد القابل للطرق او الالمنيوم. In many older engine, or in many older engines, the valves and valve forge were contained in the block. يعني شنو؟ يعني يقول بالمحركات القديمة الصمامات أو فتحات الصمامات تحتوى وين؟ بالبلوك.
بالسلندر بلوك، بينما بالمحركات الحديثة تكون فتحات الصمامات وين قلنا؟ راح تكون بالسلندر هيد، وهسه راح نجي ناخذها ايضا السلندر هيد ونشوف الفتحات مال الصمامات الموجوده بها. زين. The block of water cooled engines يعني كتلة الاسطوانات للمحركات المبردة بالماء. زين. Includes a water jacket، حكينا عليها هسه قبل شوي، قلنا المحركات كتلة الاسطوانة اللي بالنسبة للمحركات المبردة مائيا راح تحتوي على water jacket. water jacket يعني شو احنا نقول؟ ممرات مائية أو جيوب مائية يسموها. طبعا بالمحركات ذات التبريد الهوائي ما عندي بعد اني ووتر جاكيت، وانما عندي ما تسمى بالكولينج فينز اللي هي الزعانف التبريد اللي حكينا عليها بالمحاضرات السابقة. قلنا في المحركات اللي تبريد هوائي يوجد مثل الزعانف او حزوز تساهم في عملية التبريد. طبعا هنا تلاحظون اكو عندي مجموعة من كتلة الاسطوانات مثل ما تشوفون هسه هذا الجزء الاول بأربع اسطوانات، الجزء كتلة الاسطوانة الثانية بها ستة، وهاي الثالثة تحتوي على ثمان اسطوانات بشكل في تايب، فأربعة بأربعة تصير ثمانية. طبعا مثل ما تشوفون هنا عندي خلي بس هذا اخذ البوينتر، تشوفون هنا عندي هاي الاسطوانات وعندي ذني يسموها هذني اذا تشوفوهن ذني جيوب مائية، وايضا قسم من عدها للتزييت، وعندي ايضا ثقوب للربط عن طريق البراغي عبارة عن بالسلندر هيد اللي هي شنو غطاء كتلة الاسطوانات. فذني انواع تشوفوها موجودة من كتل الاسطوانات اللي تكلمنا عليها. زين. ايضا راح نتكلم حول الكام شيفت. زين. او عمود الكامات او عمود الحدبات. كام يعني حدبة. كام يعني حدبة. زين. عمود الكامات هذا شنو وظيفته؟ هذا وظيفته انه يوقت لي فتح وغلق الصمامات. زين. خلينا نجي نشوف شنو هو هذا. يقول روتيتنج شيفت. شيفت يعني عمود. روتيتنج دوار. عمود دوار. used to push open valve يعني يستخدم لدفع الصمامات اللي نريد نفتحها open valve المفتوحة، يعني نريد نفتحها مثلا يا صمام اريد افتحاني صمام الانتيك او السحب او صمام العادم، فهو هذا راح يدفع لي عن طريق الكامل المثبتة عليه راح يدفع لي الصمام ويفتحه. زين. at the proper time في الوقت المحدد، proper يعني المناسب او الملائم، في الوقت المناسب in the engine cycle في دورة المحرك. إذا شوف هنا ايش راح يقول؟ هذا السؤال هم اعطيتكم اياه بالارتكل. يقول either directly or through mechanical or hydraulic linkage. يعني يقول اما يدفع بشكل مباشر، وهذا يمكن موجود هسه ما راح احكي اني لانه ضمن الواجب مالتكم، اما راح يدفع الصمام بشكل مباشر وإلى تسمية، واما راح يدفع الصمام عن طريق ما يسمى فد وصلات ميكانيكيه اللي هي البوش رودز الروكر ارم، بوش رود يعني ذراع الدفع، الروكر ارم هاي المطارق، زين التابتس اللي هي هاي الاقداح، فيكون اما دفع مباشر من الكام شيفت للشمام عفوا للصمام الشمام مشتهين بطيخ الظاهر زين واما راح يكون الدفع اللي يكون عن طريق هي هاي اللي يسموها ذراع الدفع والروكر ارمز اللي هي المطارق هاي اللي بعدين نشوفها اوت والاقداح. زين. يقول في المحركات الحديثه يوجد وان يعني واحد او اكثر من الكام شيفت. في المحركات الحديثه قاموا شو يسوون؟ لزياده كفاءه الاحتراق وكفاءه المحرك قاموا يخلون دبل كام شيفت. ليش دبل كام شيفت؟ لانه صار قاموا ما يخلون صمام للسحب وصمام للعادم، قاموا يخلون صمامين للسحب وصمامين للعادم، فيحتاجون ما يسموه دبل كام شيفت. زين. ماونتد يعني تحمل ان ذا انجن في المحرك في انجن هيد يعني في هذا يسموه غطاء المحرك سلندر هيد. زين. يقول most older engines معظم المحركات القديمة الكام شيفت مالتها راح تكون وين؟ بالكرنكيس. إذا هذا فرق صار عندنا بين المحركات الحديثة الموجودة والمحركات القديمة.
بالمحركات الحديثة الكام شيفت وين راح يكون؟ بال هنا تشوفون بالانجن هيد او يسموه السلندر هيد، سلندر هيد. زين بالمحركات القديمة وين راح يكون؟ راح يكون بالكرنك كيس. هذا فد فرق. زين يعني اخاف اجاك صح وخطأ، اجاك خيارات حتى تعرف. زين يقول النقطة الهاي الأخيرة، يقول كام شيفتس ار جنرالي ميد اوف فورد ستيل، يعني يعمل من الفولاذ القابل للطرق. زين هذا يعني شلون مين يصنع؟ اور كاست ايرون او الحديد الزهر. طبعا انا غلطت في كاست ايرون، قلت لكم قبل شوي قابل للطرق هو حديد الزهر. زين اند ار دريفن اوف ذا كرانك شيفت باي مينز اوف ها، يقول وتقاد ار دريفن يعني وتقاد باي ذا كرانك، هاي نكن باي، هاي مو باي، باي ذا كرانك شيفت باي مينز اوف ا بيلت اور تشين. يعني هاي شنو؟ يعني يقول لك هذا اريد اسالكم سؤال، هذا عمود الكامات، هذا مين ياخذ حركته؟ اذا احد عنده اجابه مين ياخذ حركته هذا؟ هذا ياخذ حركته من عمود المرفق. اذا تشوفون هنا اكو مثل الترس او يعني شلون عجله مسننه، هذا الترس راح يرتبط بترس عمود المرفق، او شو يقول العفو اما ترس واما يعني يكون عاده مو ترس، اسف، بكره، بكره مسننه، يعني يرتبط بتشين اللي هو هذا سموه يعني سلسله، هذا تشين فيربط، واما يربط ببيلت، البيلت يعني حزام. فتشوفون اكو بعض المحركات يسموها زنجيل، يعني شنو؟ يعني عمود الكامات مرتبط بعمود المرفق عن طريق شنو؟ تشين اللي هي سلسله او زنجيل بالعاميه يصيح لها. اما بعض المحركات فتربط بواسطه بيلت، بيلت يعني حزام، يعني بكره وحزام ناقل، هذا الحزام المطاطي الناقل. زين فاكو هيجي واكو هيجي. زين to reduce weight some cams are made from a hollow shift، يقول حتى يقللون الوزن، وزن هذا العمود، فبعض الكامات تصنع بشكل مجوف، لان الكامات هي شنو وظيفتها؟ وظيفتها فقط دفع الصمام، فممكن ان تصنع بشكل مجوف. بعدين شي يقول in four stroke cycle engines بمحركات رباعيه الضربات the camshaft rotates at half engine speed. ليش؟ يعني شنو؟ يعني يقول بمحركات رباعية الضربات، أول شيء خلينا نجي على ثنائية الضربات. ثنائية الضربات بيها كام شيفت؟ أريد جواب من عندكم إذا أكو حد عنده إجابة. محركات رباعية الضربات بيها كام شيفت؟ تسمعوني طلاب؟ زين. ميس مو ميس؟ ميس تقول بيها، بعد اكو احد يقول بيها او ما بيها كام شيفت محركات ثنائيه الضربات؟ اكو اجابه مغايره؟ زين محركات، احنا اول شيء خلينا نقول محركات ثنائيه الضربات احنا شنو قلنا؟ قلنا ما بيها صمامات، بيها فتحات اللي هي بورت. زين طبعا بالمناسبه لا تخافون من الاجابه الخطا، لانه انا يعني بالنسبه اللي قال لكم يمكن سابقا اللي يجاوب صح واللي يجاوب خطا هو راح يفيدنا. ليش؟ لانه يجاوب صح راح يضيف لنا معلومه، واللي يجاوب خطا هو شنو؟ راح ينبه الطلاب انه اكو معلومه خطا راح تصحح في اذهانهم، فبالحالتين الجواب جوابكم يعني محل تقدير. زين فهسه الجواب هو كان خاطئ طبعا. محركات ثنائيه الضربات ما عندي صمامات حتى افتحها واسدها، عندي فتحات يسموها بورت، صحيح؟ تذكرون قلنا اكو محرك بي بورت، محرك ثنائي الضربات شرحناه، فهاي البورت ما عندي اني صمام افتحه واسده، فما بي كام شيفت. الكام شيفت وين موجود؟ في محركات رباعيه الضربات اللي بيها صمامات سحب وعادل. زين شو يقول هنا؟ يقول بهاي المحركات اللي هي رباعيه الضربات، يعني خلينا نقول فد قاعده عامه انه عمود الكامات يدور نصف عدد دورات عمود المرفق. يعني شنو هاي؟ بس انتبهوا لي هنا شوية إلها، هذا يعني نقطة مهمة. بعمود الكامات هاي الكامة تشوفوها، هاي الكامة، هاي الكامة، هاي الكامة راح تدور
خلني جعلها هاي شوي اوضح. هاي الكامل من تصير بهالشكل هذا راح تدفع الصمام راح تفتحه راح تدور دوره كامله زين دوره كامله راح تدور ومن توصل لهالموضوع هذا ايضا راح تفتحه مره ثانيه زين. كل كامه من زين الكامات هي موكله بفتح صمام معين يعني هاي مثلا موكله صمام السحب وهاي صمام العادم مال اسطوانه رقم واحد. هذني ايضا صمام سحب وصمام عادم مثلا اسطوانه رقم 2 و3 وهكذا زين. فهنا ايش راح يصير؟ خلينا نحكي على هاي من راح تدور دوره واحده زين. صمام السحب عمود المرفق ايش قد يدور يعني كل ايش قد من دورات عمود المرفق حتى ينفتح صمام السحب؟ احنا قلنا احنا كل شوط مثلا شوط السحب شوط القدره شوط العادم لازم عمود المرفق يدور دورتين يلا يجي شوط سحب جديد او شوط قدره جديد او شوط عادم جديد صح؟ يعني كل دورتين يجيني شوط جديد من نوع معين. يعني مثلا شوط السحب انا عندي بالصمامات تفتح وتغلق ايش وقت؟ ما عندي بس شوطين، شوط السحب وشوط العادم، بالقدره وشوط القدره وشوط الضغط مغلقه الصمامات. صحيح؟ فبشوط السحب انا احتاج انه افتح صمام السحب كل دورتين لعمود المرفق. واحتاج افتح صمام العادم ايضا كل دورتين، يعني فتح صمام السحب نزل هاي نص دوره تغذيه، صعد هاي ضغط هاي نص دوره صارت دوره. بعدين صار شوط قدرة نزل صارت شنو نص دورة صارت دورة ونص ورد ساعات صار عادم يلا عود يفتح مرة ثانية صمام السحب. فإذا هنا ايش راح يصير؟ كل دورتين لعمود المرفق الكرانك شيفت راح تدور لي دورة واحدة للكام شيفت. ما أدري صار واضح السر هنا؟ فهاي المقصود the camshaft rotates at half engine speed. يعني مثلا ال RPM مال انجن ايش قد؟ خلينا نقول 2000 دوره بالدقيقه، الكامشفت راح يدور 1000 دوره بالدقيقه. زين هاي شلون نتحكم بها؟ من اللي يتحكم بهاي النسب الدوران مثلا 2 الى 1 او 3 الى 1 او غيرها شلون نتحكم بها؟ احنا هنا 2 الى 1 قلنا بس يعني فرضا شلون نتحكم بها؟ نتحكم بها عن طريق الأقطار البكرات أو أقطار التروس عفوا العجلات المسننة. فهسه إذا سؤال أسألكم هاي النسب هياتها قدامكم 2 كل دورتين للكرنك شيفت راح يدور 1 كام شيفت. منو العجلة مالته أو البكرة مالته أكبر الكرنك شيفت لو الكام شيفت؟ جواب أريد من عندكم. يعني بشكل عام من عندي بكرتين، واحدة تفتر سريع والأخرى تفتر بطيء، منو قطرها أكبر؟ عندكم جواب؟ الكرانك شيفت قطرها ايش بيه؟ الكرانك لو الكام؟ الكرانك شيفت لو الكام شيفت العفو؟ الكرانك شيفت. طبعا هنا ايضا هو الجواب ايضا راح يكون هو مو صحيح. ليش؟ لانه الكرنك شيفت البكرات كل ما يصغر قطرها كل ما راح تدور اسرع وكل ما يكبر قطرها راح تدور بشكل اقل. فهنا ايش عندي اني؟ الكرنك شيفت راح يدور دورتين معناتها قطره صغير، يلا عود الكرنك كام شيفت يكمل لي دوره واحده لانه قطره اكبر. فراح يصير كانما شلون بهالشكل هذا، هاي بكره صغيره وهنا عندي بكره كبيره وهنا اكو حزام ناقل او شنو او سلسله ناقله. فهذا الكرنك شيفت وهذا الكام شيفت. تشوفون شلون صار واضح؟ فهسه شنو صار عندنا؟ الكام شيفت يتحرك نصف سرعه الانجن او الكرنك شيفت. هاي صار عندنا، وصار عندنا القطر قطر البكره بالكرنك شيفت يكون اصغر من الكام شيفت. زين طبعا هنا راح يبين لك شنو وين وضع يعني وين موضعه هو الكام شيفت وشنو راح يسوي. معطيك نظامين، هذا النظام القديم هذا القديم اولد وهذا النيو الجديد، هذا النيو هذا الاولد. زين القديم شنو؟ القديم راح تشوفون الكام شيفت راح يكون بالاسفل
وعن طريق ذن يسموها التابت او الاقداح، وعندنا ايضا ذني يسموه البوش رود، ذراع الدفع. هذا بوش رود ذني، طبعا عندكم تحفظوها يعني زين البوش رود. وعندي ايضا الروكر ارمز اللي هي هاي المطارق صايره بهالشكل هذا، هاي مطارق اذا تشوفوها واضحه زين. وبعدين عندي نابض، وهسه اريد اسالكم شنو فائدته، وهذا الصمام، هذا هو الصمام زين زين. هذا هذا يسموه الروكر شيفت. الروكر شيفت هو راح يحمل المطارق، راح يحمل الروكر ارمز، روكر ارمز زين. سؤال لكم هنا، هاي النوابض سواء كانت بهالشكل هذا او هنا بهذا الشكل، هاي النوابض شنو فائدتها؟ زين خليني اقول لكم شنو فائدتها. الصمام من راح ينفتح راح يندفع للاسفل، يعني هاي الكامه من توصل الى هنا راح تدفع هذا الذراع. هذا الذراع مرتكز هنا، اكو نقطه ارتكاز، فمن هذا الجزء راح يصعد، هذا الجزء شو يصير بيه؟ راح ينزل، راح يدفع الصمام، راح ينفتح الصمام. من ينفتح الصمام والكامه تدور، راح يزول ضغط الكامه، فشلون يرجع الصمام؟ اريد ارجع اغلقه، فعندي هذا النابض هو راح يرجع لي الصمام يغلقه مره اخرى عند زوال ضغط الكامه زين. فهذا الاجزاء النظام القديم. النظام الجديد شنو؟ النظام الجديد الكام شيفت يكون بالاعلى زين. طبعا هاي دبل كام شيفت، هاي من هالصفحه، هاي دبل كام شيفت، دبل كام شيفت زين. هاي الكام شيفت راح يكون بالاعلى. ما عندي بعد هذه الاجزاء كلها، ما عندي، يعني شوف ايش قد قلصوا اجزاء، يعني هذا التابتس ما عندي، الروكر ارمز انتهت، هذا البوش رود عفوا، الروكر ارم انتهى، الروكر شيفت انتهى، هاي كلها اختصروها بالانظمه الحديثه، قالوا احنا نجيب عمود الكامات نخليه مباشره فوق الصمام، بعد ما نحتاج هذه الاجزاء كلها. طبعا تدرون انتم هو العلم في تطور، فيعني بالبدايه سووها بهالشكل هذا، بعدين قالوا هاي تاخذ هم حجم هم. طبعا كل ما انت بالتصميم وبالتصنيع اي جزء تصنعه، مو فخر انه انا اكسر اجزاء، كل ما تكسر اجزاء راح شنو العطلات تزيد، فانت كل ما تقلص الاجزاء كل ما افضل. فقلصوا لنا ذني الامور اللي هي شنو، يعني اذا اسالك شنو الامور اللي تقلصت او الغيت من النظام الجديد، قل لي اول شيء التابتس، هاي الاقداح تابتس، والبوش رود، هذا البوش رود، والروكر ارمز، عفوا هذا روكر ارمز ذني المطارق زين، والروكر شيفت اللي هو هذا اللي يحمل المطارق، ذني كلها اختصروها زين. ايش بقى عندي؟ بقى عندي الصمام والنابض فقط، صمام والنابض. فهذا هو النظام الجديد. طبعا تشوفون هنا هسه قبل شوي ايش قلت لكم؟ قلت لكم ترس الكرنك شيفت، او يعني بكره الكرنك شيفت هي نصف شنو؟ بكره الكام شيفت، بكره الكام شيفت هي اكبر. تلاحظون هذا الشيء؟ فكل ما الكرنك شيفت يدور دورتين، هذا يلا يلحق يدور دورة واحدة، وهذا اللي هو احنا نريده، ولهذا يسموه جهاز التوقيت حتى يوقت لي بالوقت المحدد. طبعا هذا اذا تفسخ المحرك، تفسخ المحرك وترد تراجعه، اكو بمثل العلامات، يعني هذا مو كيف ما اتفق ترجع، هذا يعني مثل بعلامات، لازم على العلامات يرجع، اذا ما ترجع على العلامات يقوم يخربط ما يشتغل عدل زين، اصلا ما يعني ما المحرك يقوم ما يشتغل زين. فولهذا يسموه جهاز التوقيت، يعني يعطيني توقيت فتح الصمام وغلقه بالشكل المناسب زين. ننتقل الى موضوع اخر، هو الكونكتينج رود. كونكتينج رود اللي هو ذراع التوصيل. هذا ذراع التوصيل من اسمه يوصل لي البستن اللي هو المكبس، يوصل لي ويا من؟ ويا الكرنك شيفت. طبعا هنا عندي سمول اند، هاي النهاية الصغرى يسموها، وهاي يسموها بيج اند، النهاية الكبرى. النهاية الصغرى راح يرتبط بها المكبس عن طريق شنو؟ عن طريق ما يسمى بمسمار المكبس، اللي هي اللود كله راح يكون على مسمار المكبس، يعني اثناء عمل المحرك زين. وايضا البيج اند راح ترتبط وين؟ راح ترتبط بعمود المرفق. فشي يقول هو بالانجليزي؟ يقول رود، رود يعني ذراع، رود يعني ذراع، كونكتنج رود يعني ذراع التوصيل. رود تعريفه، رود كونكتنج يوصل ذا بيستن المكبس وذ ذا روتيتنج كرنك شيفت.
مع عمود المرفق الدوار. هسه هاي شنو وظيفته؟ زين شنو مين يصنع؟ يقول usually made of steel or alloy forging in most engines. يقول عادة يصنع من الفولاذ أو شبيكة قابلة للطرق في معظم المحركات. But may be aluminium. لكن وأيضا في بعض الأحيان يصنع من الألمنيوم. زين في المحركات الصغيرة اللي ما عليها يعني حمل قوي. زين هذا إذا تشوفوا هاي الأجزاء مالته. طبعا هنا عندي هذا الجزء البيج إند، عندي جزء مرتبط ويا ذراع التوصيل ويا الكونكتنج رود. زين وعندي جزء آخر هو لا قابل للفتح، لأنه أنا من أريد أطلع الميك بس شلون أفتحه؟ أول شيء أجي أفتح ذني البراغي، أنزل هاي الكونكتنج كاب يسموها مثل الغطاء يعني كأنما من الأسفل، فراح أقدر أطلع المكبس. زين فهنا شنو عندي؟ عندي كاب بولت اللي هي شلون إحنا البراغي مال هذا الكاب، الكاب يعني مثل الغطاء. زين وعندي رود بيرنج، ذني البيرنجز تشوفون ذني يسموها بيرنجز بالعامية، إذا شايفين يقول له بيرنجز بيجن، هي مو بيجن، هي يعني بيرنجز بيج اند، يعني مال بيج اند، هاي البيج اند. والبيرنجز هي شلون مثل الكراسي تحميل يسموها، هاي وظيفتها شنو؟ حتى تدرون هنا راح عندنا عمود المرفق راح يدور بشكل دائم، فراح شنو لو ذولا ما موجوده هاي راح تتاكل، فيخلون ذني من السهوله انه انت تبدلها. يعني هي عباره عن هيك مثل فد جزء هلالي تبدله فما عندك مشكله، فحتى لو يتاكل تقدر تبدله بكل سهوله. زين ولهذا يخلوه يسموها بيرنجز. وعندي هذا الكونكتنج رود وهنا راح يتصل بمسمار المكبس. هنا اكو سؤال شيء حتى نستمر ان شاء الله؟ عندنا ايضا نعم. زين الان راح ننتقل الى ما يسمى بالكرنك كيس. الكرنك كيس يقول part of the engine block، جزء من كتلة الاسطوانات، surrounding the rotating crankshaft، يحيط عمود المرفق من الاسفل. زين in many engines the oil pan makes up part of the crank. يعني يقول في كثير من المحركات الاويل بان هي حوض الزيت، حوض الزيت راح يكون ايضا هو جزء من شنو؟ من الكرنك كيس او حوض المرفق. طبعا هاي قدامكم تشوفوا هذا انواع من حوض المرفق، هذا طبعا نوع، هذا نوع، وهذا ايضا نوع. طبعا هذا يكون مجزئ مقسم. ليش يكون مقسم؟ لان في بعض الاحيان المحركات يعني الاليات تعمل على منحدرات. طبعا هذا شنو ايش راح يصير هنا؟ عمود المرفق راح يعني يسبح كانما في هذا الجزء هذا اللي هو راح يكون زيت. زين فهنا حتى يضمنون انه الزيت يوصل الى كل جزء من اجزاء المحرك شو يسوون؟ يخلون فواصل حتى في حال انه المحرك الآلية او السيارة او الساحبة او اي آلية من تصعد على مرتفعات حتى لا يتجمع عند الزيت في مكان معين، مثلا اذا تصعد بهالاتجاه يتجمع بهالاتجاه وبهالاتجاه يكون فارغ، فشي يسوون؟ يخلون مثل الحواجز حتى شنو يضمن انه بكل مكان اكو شنو عندي؟ اكو زيت. يعني هاي نوعيتين، نشخبط ونمسح. زين هذا فد ما بيفشي. يعني الكرنك شيفت شنو تعريفه؟ يقول روتيتنج شيفت، طبعا عمود دوار ثروج من خلاله الانجن ورك اوتبوت از سبلايد تو اكسترنال سيستم. يعني شنو يقول؟ هذا عمود دوار الذي من خلاله الشغل الخارج من المحرك، الشغل الخارج من المحرك يزود الى الانظمه الخارجيه. يعني شنو؟ يعني هذا المحرك احنا مو راح يصير احتراق في غرفة الاحتراق، هاي الطاقة هاي تولد الطاقة، هاي الطاقة حركت لي المكبس، انجزت لي شغل وين؟ على المكبس، تحرك المكبس. زين تحرك المكبس، اني المكبس من يتحرك غير اريد هاي يعني اريد الطاقة تنتقل مثلا الى العجلات الخلفية للساحبة مثلا،
زين شلون اخذ هاي الطاقه؟ بس اتبعوا وياي، النك بيس راح يصير احتراق قصدي بالانفجار، راح يحرك لي المكبس، انجز لي شغل على المكبس. المكبس راح شو يسوي؟ بما انه راح يرتبط بطريقه لا مركزيه بعمود المرفق، يعني هاي اذا تشوفون اكو ذني هسه نتكلم عليها، راح يدور لي عمود المرفق، اذا راح حول لي الحركه الخطيه الى حركه دائريه، فصارت عندي طاقه حركيه لكن شنو بشكل دائري. راح يدور عمود المرفق، حتصير عنده طاقه قدره. زين القدره هاي راح تنتقل عن طريق شنو؟ عن طريق مجموعه من قلنا هاي البكرات والسلاسل، راح تنتقل للعجلات الخلفيه عن طريق الفلاي ويل وغيرها. زين فهسه خلينا نسال سؤال، انه هذا عمود المرفق ليش هيك شكله؟ يعني يعني فالسؤال يعني ليش اذني على استقامه واحده؟ هذني هذا هاي هاي زين، اذني ليش هيك صايرات؟ يعني على صفحه يعني ما صار ويا على استقامه واحده. زين اذني شنو شغلها؟ ها هاي الثقوب شنو شغلها؟ اذني اريد كلها نريد نعرفها شنو على عمود المرفق. نجي على واحده واحده. عمود المرفق طبعا شلون تشوفون اكو بي اذني يسموها اول جزء هذا يسموه فلاي ويل فلنج، يعني الجزء اللي راح يرتبط به الفلاي ويل هذا اول جزء. الفلاي ويل ايضا راح نتكلم عليه يعني نجي عليه واحده واحده، بس اريدكم تعرفون انه هذا الجزء راح يرتبط به الفلاي ويل. زين طبعا هنا عن طريق براغي راح يربط. بعد خلي نجي على ذني هاي ذني يسموها مين بيرينجز جورنال، الرقبات الرئيسية. زين طبعا هي الترجمة مو حرفية لكن هي ذني وين راح يستند عليها؟ راح يستند على شنو؟ على السلندر بلوك، على السلندر بلوك اللي تكلمنا عليها قبل شوية. راح تكون اكو بالسلندر بلوك من الاسفل مثل الاجزاء هلاليه، هاي اذن الرقبات راح تجلس عليها يعني ترتكز عليها. زين وبعدها شنو من الاسفل راح يجي؟ راح يجي الكرين كيس ايضا راح يقفل عليها، فذن الرقبات شنو راح تصير؟ مرتكزات. زين نجي على بعد شنو عندنا؟ عندنا الرود بيرنجز جورنال، الرقبات النهايه العظمى. اذني شنو؟ النهايه العظمى قبل شوي تكلمنا عليها مال البيج اند، هاي مال ذراع التوصيل اللي راح ترتبط بالمكبس، راح تجي وين؟ كل مكبس راح يجي على وحده من ذني، يرتكز على وحده من ذني. طبعا مرات كل مكبسين يرتكزون على وحده، ليش؟ وقت من عندي مثلا في تايب، وهسه راويكم اياها، من عندي في تايب راح يكون عندي كل مكبسين راح يرتكز على وحده من إذن الرقبات اللي يسموها المين بيرنج الرود بيرنج جورنال، رقبات النهاية العظمى. زين إذن ليش صارت هيجي؟ ليش صارت يعني مو بالسنتر، يعني مايلة عن المركز أو خارج عن المركز؟ لأنه إحنا شو نريد ندور عمود المرفق. تخيل أنت هذا العمود تريد الدورة، فش تسوي له؟ الدورة من الوسط لو تلزمه من الجانب وتدفعه والدورة طبعا أكيد من الجانب راح تلزمه. زين فهاي هنا المكابس راح تكون ذني كانما توصيلات بعيده عن المركز، بالتوصيله البعيده عن المركز شنو فائدتها؟ فائدتها تحويل الحركه الخطيه الى حركه دورانيه، او تحويل الحركه الدورانيه الى حركه خطيه. زين اذا ماخذين معدات اعلاف، الكابسه مال تيفن بها مكبس صحيح؟ بها شنو؟ بها ايضا توصيله بعيده عن المركز، او عندكم المحشه هاي ما ادري شو يسموها، هاي مال تقطع الاعلاف، القاصله المنجليه يسموها، القاصله المنجليه ايضا بها توصيله شنو؟ بعيده عن المركز، تحول لي الحركه الدائريه الى حركه شنو؟ خطيه. فهنا ايضا انا من اريد يعني باي جزء اريد احول حركه خطيه الى دائريه، او بالعكس دائريه الى خطيه، احتاج توصيله بعيده عن المركز، ولهذا سووا ذن الرقبات بشكل بعيد عن المركز. انا عندي هذا المركز، هذا هو المركز، اذا حتكون بعيده عن المركز، فراح تساهم لي شنو؟ بتدوير المحرك. زين
بقى شنو عندي انا شلون اعرف المحرك هذا؟ يعني بس اشوف الكرنك شيفت اقدر احكم ان هذا المحرك ايش قد. شلون اجي احسب اذني الرقبات النهايه العظمى؟ 1 2 3 4، هاي اربع رقبات اللي هي النهايه العظمى. اذا صار عندي شنو؟ هذا الكرنك شيفت تابع الى محرك رباعي الاسطوانات، مو رباعي الضربات، رباعي الاسطوانات. زين، بعد شنو عندنا؟ عندنا ذني شنو ذني اللي تشوفوه هاي باللون الاسود؟ ذني يسموها بالانس، يسموها وينها كاونتر ويت. ذني شلون نقول؟ اثقال للموازنه، اثقال للموازنه. يعني تساعد لي على شنو؟ الموازنه. يعني من المكبس يدفع الكرنكيس بهالاتجاه، راح يفر بهالاتجاه، اكو فد اثقال راح توازنه، او يعني كانما شلون عزم مزدوج تسوي عليه، راح تسهل عمليه الدوران. يعني هسه انت من عندك فد ثواني، يعني ما اظهر امامكم بالصوره، من عندك فد جزء تريد الدوره، يا هو اسهل الدوره من اتجاه واحد لو الدوره من اتجاهين متعاكسين؟ فاكيد يعني هسه انت من تدفع فد شيء من اتجاهين متعاكسين راح يدور اسرع مما لو تدفعه من اتجاه واحد، فيسموه تسلط عليه عزم مزدوج. فذني الكاونتر بالانس كانما راح تسوي لي عزم اضافي مزدوج ويا هذا العزم اللي هو راح يجي من المكبس، فراح يدور الكرنك شيفت بشكل سلس وبدون اهتزازات، يسموها كاونتر ويتس. اذا عرفتم تحفظوهن زين. بعد شنو عندنا اخر شيء؟ بعد شنو عندنا؟ عندنا ذني الثقوب. إذن الثقوب الأويل باسنجر، طبعا تدرون أنتم هنا شنو راح يعني يرتكز؟ النهاية العظمى المن للبيج إند اللي هو للذراع التوصيل. زين، هاي ذراع التوصيل، احنا مو قلنا هاي اكو بي مثل الكراسي التحميل سميناها بيرنجز؟ إذن إذا ماكو زيت راح شنو؟ راح تتآكل بسرعة، بسرعة كلش يعني. زين، فتحتاج زيت، فالزيت من راح يجي؟ راح يجي من ذني الثقوب، يطلع للخارج طبعا، منه يدخل زيت منه او منه. زين، وذني الثقوب شنو؟ او منه، هاي ثابت لانه ذني، تشوفون ذني راح يدخل، عفوا هنا ماكو ما يدخل زيت، انا اسف، الزيت راح يدخل منه. ذني ثابتات، وين ثابتات؟ على قلنا ترتكز على كتله الاسطوانات من الاعلى ومن الاسفل على الكرنك كيس، فالزيت راح يدخل منه، واكو ممرات داخل الكرنك كيس، عفوا الكرنك شيفت، فراح شنو؟ تدخل منه وتخرج منه. اذني راح تزيت لي شنو؟ البيرنجز، الكراسي التحميل مال ذراع التوصيل. زين، فذني الفائده مالتها. نعم، زين، فلهذا شو يسموها؟ اويل باسنجرز، يعني ممرات الزيت. اذني طبعا اكو شغلات يمكن هنا يمكن ما مبينها، اها هياته، بعض الاحيان تشوفون على هالكاونتر بالانس، الكاونتر ويت العفو، اذا تشوفون هيك اكو مثل عبارك واحد بدريل هيك ثاقبها ثقب بسيط. اذا شنو؟ اذا يسموها مال موازنه، بالانس هولز، فجوات الموازنه. هذني شو يسوون؟ يخلون عمود المرفق، اكو في جهاز معين يخلون عمود المرفق عليه ويدور العمود المرفق بسرعة معينة، فإذا حدث به اهتزازات شو يسوون؟ يشيلون بعض الأحيان بعض يعني كأنما شلون يسوي له موازنة، يعني يشيلون من عنده بعض القطع البسيطة حتى شنو؟ حتى يرجع متوازن، فيسموها بالانس هولز. فذني إذا شفتوهن، ذني هي طبعا تدرون أنتو عمود المرفق قد يعني يتعرض إلى مثلا انحناء، يتعرض الى صدمات اخرى، يعني صدمات اخرى كثيره، فهنا ايش راح يصير؟ بين فتره واخرى راح يكون يعني المفروض الشركات المصنعه من الصنع مثلا اعمده مرفق وتفحصها، راح تشوف اكو بيها فد اهتزازات معينه، فايش يسوون؟ يثقبوهن في بعض الاماكن، هم يعني يبين عندهم بالجهاز انه وين المفروض يثقب، فيثقبون ثقب بسيط، فهذني يسموها بالانس هولز للموازنة. بعد عندنا شيء زين،
The crankshaft is connected to the engine. هاي هنا داش. The crank is connected to the engine. The crankshaft يرتبط بالإنجن بلوك أو سيلندر بلوك with the main bearing. هذا بيش يرتبط قلنا بالمين بيرنج. ذن المين بيرنجز. ذني المين بيرنجز. الرقبات الرئيسية. It is rotates by the reciprocating pistons. يعني البستن مو يتحرك فراح ينقل حركة الخطية إلى حركة دائرية through connecting rod عن طريق ذراع التوصيل اللي مرتبط وين بالكرنك شيفت. طبعا هذا اللي يسموه offset from the axis of rotation. هذا يسموه offset. offset يعني شلون نقول انحياز أو ميلان. هذا مو ميلان يعني شلون مثل الانحياز يعني شلون بعيدا عن المركز. offset from the axis of rotation. axis of rotation محور الدوران فذني تكون بعيدة عن المركز. طبعا هنا هسه هذا العمود المرفق هذا رقم واحد خلينا نسميه. هذا هسه لو نجي نحسب ايش كم اسطوانه. هذا وحده صحيح. هاي طبعا ذني شنو ذني خلي باللون الاصفر اسويه. اذني اتركهن. اذني وين راح ترتكز؟ اذني راح ترتكز على السلندر بلوك. اذني راح ترتكز على السلندر بلوك اللي صار دائما شنو على استقامه وحده. اللي مو على استقامه وحده يا هي عندي هاي اي واحد وعندي ايضا هاي اثنين وعندي هاي ثلاثة وعندي هاي اربعة وعندي هاي خمسة وهاي ستة. فهذا ايضا اذن الكرنك شيفت هو شنو لمحرك سداسي الاسطوانات. ست اسطوانات. سيكس سيلندر. زين نيجي على هذا اللي قلت لكم عليه انه في بعض الاحيان يعني تو سيلندر تو بيستن يعني مكبسين ممكن انه يعني يرتكزون على على رقبة واحدة. زين فهذا شوف يصير هذا بالنوع البي تايب او الثمانية سلندر او 12 سلندر. زين راح يكون شنو مكبس يعني هذا يكون شوية عريضة كفاية بحيث شنو ممكن انه مكبسين يرتكزون عليها بهالطريقة هاي. زين نجي على السيلندرز. السيلندرز او نسميها الاسطوانات. السيلندرز يقول the circular cylinders اسطوانات دائرية in the engine block. وين موجودة؟ موجودة في السيلندر بلوك in which the pistons reciprocate back and forth. داخل هالمكبس راح يتحرك صعودا ونزولا. هاي شوفوها اذا يسموها سيلندرز او شنو او اسطوانات. هسه هذا محرك ايش كم اسطوانه؟ خمس اسطوانات. هذا محرك مال فولفو اتصور خمس اسطوانات. زين ذا سيلندر هاي هنا دا اشرح. ذا سيلندر contains the combustion chamber. السيلندر شنو بيها؟ تحتوي على غرفه الاحتراق. لانه غرفه الاحتراق من شلون تتكون؟ هي هو حيز او فراغ يعني يتكون من عن طريق شنو الاسطوانة وعن طريق غطاء الاسطوانات عفوا غطاء المحرك انجن هيد والمكبس من الاسفل. فذني يعني كأنما هسه هاي مو اسطوانة خلينا نقول هاي اسطوانة. عندي من الاسفل مكبس. هذا هنا مكبس وهاي جدران الاسطوانة خلينا نسويها بلون اسود. هاي جدران الاسطوانة منه وهذا مكبس من الأسفل. من الأعلى شنو عندي؟ عندي سيلندر هيد هاي اللي بيها الصمامات. فهذا الحيز هو راح يكون شنو؟ غرفة الاحتراق. طبعا هو يكون حيز جدا صغير غرفة الاحتراق اللي راح الحيز اللي راح يتم به الاحتراق. زين فيقول the cylinder contains the combustion chamber. The combustion chamber يعني غرفة الاحتراق. The size of the engine is represented by the summation of the cylinder sizes. يعني شنو؟ يعني حجم المحرك يمثل بمجموع حجم الاسطوانات. حجم الاسطوانة شنو؟ هاي مو اسطوانة عندي اني؟ مو عندي هاي اسطوانة؟ زين
وعندي مكبس. المكبس من يوصل للنقطة الميتة السفلى، من يوصل للنقطة الميتة السفلى هنا، هاي النقطة الميتة السفلى، وعندي هنا نقطة ميتة عليا، صحيح؟ وعندي أيضا شنو هذا اللي هو سلندر هيد. حجم الأسطوانة هو شنو راح يصير؟ هذا الحجم كله، هذا الحجم كله يسموه حجم الأسطوانة. زين، هذا حجم الأسطوانة. إذا أنا عندي 5 أسطوانات، حجم الأسطوانة في 5، حجم الأسطوانة في 6، حجم الأسطوانة في 4، يطلع لي حجم المحرك باللتر. ولهذا في بعض الأحيان تشوفون سيارة مكتوب عليها 1.8، سيارة مكتوب عليها 2.8 مثلا، سيارة مكتوب عليها 3.0، زين، سيارة تشوفون عليها مثلا 5.2، هاي على الصندوق عادة تنكتب. إذني حجم المحرك، يعني مو مثلا الحجم الكلي للمحرك، هذا كله، زين، باللتر، يقاس عادة باللتر. طبعا كل ما يزيد عدد الاسطوانات حجم المحرك شو يصير به؟ ايضا راح يزداد. ولهذا تشوفون مثلا عادة الاربع سلندر حجمها 1.8 او 2 او 1.6 او 1.4 مرات اذا اسطوانة صغيرة. زين، محركات الستة سلندر راح تشوفون لا، راح توصل 3 و600. زين، محركات 12 سلندر توصل، يعني او 8 سلندر توصل 5 او 6000 لتر. زين، فهذا هو اللي يسموه السلندر او حجم الاسطوانة، الحجم الكلي للاسطوانة. حجم الكلي للاسطوانة هسه ناخذه بعدين تفاصيل، انه يتكون من حجم غرفة الاحتراق زائد حجم الستروك، هسه ناخذها بعدين، ما لكم الدخول بها يعني اليوم. طبعا لهنا راح يعني نتوقف بالمحاضرة اليوم حتى نكمل ان شاء الله يوم الخميس. طبعا طلاب، انا جدا شاكر لحضوركم واسف على الانقطاع اللي صار بسبب الكهرباء. فان شاء الله يوم الخميس راح نكمل. ما ادري اذا عندكم اي سؤال او استفسار، بس يعني شوف افتحوا المايك وتكلموا.